فيروز جمعت الكثير من الهدوء والصخب والطوق إلى التحرر والشغف والفرح والحزن عبر صوتها الدافئ، لتحصد بذلك ألقابا كثيرة تطول قائمتها. لكن لا حاجة لبذل الجهد، فهي فيروز. نهاد حداد، أو كما يعرفها الجميع في الوطن العربي والعالم، فيروز، ولدت في 21 من تشرين الثاني عام 1935 في حي زقاق البلاط في بيروت. والدها وديع حداد كان يعمل في جريدة لبنانية، ووالدتها ليزا البستاني تزوجت عاصي الرحباني وأنجبت زياد وريمة وليال وهالي الرحباني. غنت السيدة فيروز الأغنية الشعبية والقصائد والموشحات والأغاني مقتبسة الألحان من الموسيقى الغربية، وكانت أغنياتها أحد أهم أسباب رواج اللهجة اللبنانية على مستوى العالم العربي، علماً أنها غنت أيضاً باللهجة المصرية التي سادت الفن في تلك الفترة. ولحن لفيروز كبار الملحنين في عصرها، ومن أهمهم سيد درويش والأخوان الرحباني ومحمد عبد الوهاب وفيليمون وهبي. بدأت فيروز الغناء سنة 1947 مع كورال في الإذاعة اللبنانية. اكتشفها الموسيقار محمد فليفل وحولها إلى فريقه الذي كان ينشد الأغاني الوطنية، وأول من لحن لها حليم الرومي مدير الإذاعة اللبنانية، قبل أن يتعرف عليها عاصي الرحباني سنة 1952 الذي خطط معه أول خطوة نحو النجومية والشهرة. غنت السيدة فيروز في أشهر القاعات والمسارح العالمية مثل مسرح الأولمبيا في باريس، وقاعة ألبرت الملكية في لندن، وقاعة كارينجي في نيويورك، ومركز جون كينيدي للفنون التمثيلية في واشنطن. نشرت مجلة فورس العالمية في عددها الصادر في العام 2017 قائمة للنجوم العرب على الساحة العالمية، ووضعت السيدة فيروز في مرتبة فريدة من نوعها فوق التصنيف، وهي مرتبة أعظم نجوم الفن لكل العصور. السيدة فيروز التي لم تغني حيثما أو كيفما قدمت مئات الأغاني التي وصفها النقاد بأنها أحدثت ثورة في الموسيقى العربية، واتسمت ببساطة التعبير وقصر المدة على عكس الأغاني العربية السائدة في تلك الفترة، إضافة إلى تنوع المواضيع، إذ غنت فيروز للأطفال والوطن والأم والقضية الفلسطينية إلى جانب أغاني الحب. يرى النقاد أن رحلة فيروز الحقيقية نحو النجومية بدأت عام 1952، إذ كانت انطلاقتها عندما بدأت الغناء لعاصي الرحباني، وبدأت شهرتها في العالم العربي منذ ذلك الوقت. وكانت أغلب أغانيها آنذاك للأخوين عاصي ومنصور. غنت فيروز لكثير من الشعراء العرب القدامى والمحدثين، بدءا من قصائد الأخطل الصغير وجرير وعنتر بن شداد وأبي النواس، وصولا إلى إيليا أبو ماضي وجبران خليل جبران ونزار قباني. في المقابل عبر كثير من الشعراء عن نزعتهم الفيروزية كنزار قباني، الذي كان رأيه واضحا حين قال عنها: إن صوت فيروز أجمل صوت سمعته في حياتي، وهو نسيج وحدة الشرق والغرب. حصدت السيدة فيروز على مدار حياتها الفنية العديد من الجوائز والأوسمة، وحصلت على وسام الاستحقاق اللبناني من الرئيس كميل شمعون عام 1957، وهو أعلى وسام في الدولة، ووسام الأرز عام 1962، ووسام الاستحقاق اللبناني، كما حصلت على ميدالية الكرامة عام 1963 من الملك حسين، ووسام النهضة الأردني من الدرجة الأولى، إضافة إلى المفتاح الخشبي للقدس
عام 1946، وفي عام 1988 حصلت فيروز على وسام جوقة الشرف الوطني الفرنسي ووسام الثقافة الرفيعة من تونس وجائزة القدس من فلسطين عام 1997. وفي عام 1975 تم إصدار طوابع بريدية تذكارية عليها صورتها تكريماً لها، كما تم منحها الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية في بيروت لتصبح أول مطربة تحصل على هذا اللقب. رشحها الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران لنيل وسام الجمهورية الفرنسية للثقافة والفنون، وهو أرفع وسام ثقافي في فرنسا، كما نالت العديد من الأوسمة العالمية في الكثير من الدول الأخرى. يقر الفيروزيون أن عام 2020 العابس ابتسم حين أطلت السيدة فيروز بعد انقطاع وإشاعات عديدة توالت تحدثت عن وفاتها، حيث نشرت الحسابات الرسمية للسيدة فيروز صورة لها بابتسامتها الخجولة المعتادة خلال تكريم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها، لتغص بعدها مواقع التواصل الاجتماعي بصور ذلك اللقاء وعبارات الحب والأشواق لهذا الظهور، ما كذب إشاعات وفاتها وطمأن قلوب جمهورها. فمن مثل فيروز لا يقاس بالعمر، فيروز لا تكبر يا سادة ولا يموت صوتها.